بدي اياكم ما تنزعجوا من عنوان عنوان التسجيل، يعني بين غزة ومزة. بدي اياكم ما تنزعجوا. هلا بوضحكم كل شيء. شوفوا، بدي ابدا بغزة اول كل. نحن صرنا باليوم 38، مو هيك؟ انا اليوم عم سجل ب 13 نوفمبر. بكره بدي اعرض الفيلم هذا، بينعرض معي. ف صرنا بالشهر الثاني تقريبا، وانا هذه الحرب هلا بهالفتره هذه راح سميها حرب المشافي، لان تشوفوا شو عم بيصير بغزه، حصار للمشافي وهالكل هالقضايا هذه كل. وانا بتقديري هذه المشافي يمكن تجيب اجله ل بيبي نتنياهو، بدها تجيب اجله. هو اجله السياسي يعني انا بتقديري يعني خلص معروف، صار ب 7 نوفمبر، يعني عندما صارت الحرب في غزة، حرب حماس، يعني مصيره السياسي انتهى، مصيره بعد الحرب انتهى. هلأ موجود هو أثناء الحرب لأنه رئيس مجلس الوزراء وإلى آخره. أنا قلت أنه هذا بدهم يشيلوا الإسرائيليين من حتى ما راح يبقى رئيس مجلس الوزراء في وقت الحرب، بس بيطلعوا أغبياءها، يعني هدول المعارضين تبعوا إذا شالوه هلأ من الحرب بيكونوا أغبياء. ليش؟ لانه بدهم يورطوا حالهم. هلا اتركوه هو يتورط، لانه فعلا يمكن ينتهي بمحكمه العدل الدوليه، مين؟ نتنياهو. فاذا انتم فهمانين يا المعارضين تبع نتنياهو، اتركوه اتركوه، ما تورطوا حالكم. ف ليش هالصراع عم بصير؟ هذا الصراع عم بصير قاتل، لانه ادعى انه في تحت المشافي في هناك اقبيه، يعني انفاق، وتمارس هناك قيادات حماس عم تدير المعركة من تحت هذه الأبنية. شوفوا، أنا بدي أحكي لكم شغلي يعني منطقية بس، وفكروا فيها. يعني أنتوا كونوا محل حماس، مو هيك؟ كونوا محل حماس، يعني قطاع غزة كله طوله 41 كيلومتر، وصرح السنوار أنه الأنفاق اللي موجودة تحت الأرض بغزة 500 كيلومتر، خمس طولها 500 كيلومتر، يعني شبكة من الأنفاق. فبالله عليكم، وتعتبر غزة من أكثر مناطق العالم كثافة في السكان، مو هيك؟ يعني لازم نعمل تحت، نحفر أنفاق. طيب شو طبيعي بدها تكون هذه الأنفاق؟ تحت الأبنية السكنية، تحت المدارس، تحت المعابد، تحت المستشفيات. قضية طبيعية إنه يكون هيك، شايفين شلون؟ شيء طبيعي. بس انا شوفوها هذا الشيء، عم بقول شيء طبيعي، بس لا ابرر وجود هذه تحت المستشفيات والمراكز هذه اللي يجب تكون محرمه دوليا، يعني هذه تناقض اعراف الدوليه انه تعمل من تحت الارض قضايا عسكريه تحت المشافي. انا ما عم برر، بس عم بقول واقع. وشيء طبيعي ايضا انه بس يصير في حرب، يعني الناس بدها تامن حالها، توضع القضايا الحساسه في اماكن امنه. يعني بس صارت الحرب العالمية الثانية، الاتحاد السوفيتي نقل كل مصانع الأسلحة تبعه إلى جبال القوقاز، بعتهم إلى منطقة القوقاز، يعني بعيدة آلاف كيلومترات عن المعركة. فهذا شيء طبيعي، يعني كونوا أنتم محلها، لا بكون تلاقوا شغلات آمنة، بكون تقعدونيك. أنا ما عندي أدنى شك أن هناك تحت هذه المستشفيات هناك أنفاق، وفسر لكم كيف، خاصة وأنه تعرفوا عملية التمويه بالحرب هذه مطلوبة. يعني مثلا فرجونا شغلة أنه والله سيارة هيك قديمة وخربانة بفوت منها، بيفتح الباب بفوتها تحت الخندق، تمويه يعني هيك بيعملوا، والتمويه مطلوب بالحرب. طيب، وأنا حكيت يمكن أنا عامل، بس بدي أحط لكم إياه بالصندوق الوصف، عن موضوع نهاية مصير نتنياهو وحماس وحسن نصر الله، وهنيك بنوضح بعض القضايا هذه، يعني يمكن واحد يستفيد منها. وشو عم بقول أنا؟ وقلت إنه الجبهة هي مو الجبهة الفعلية، هي بس بيتعاركوا جيشين مع بعضهم، هي اسمها جبهة. جبهة بحماس هي تحت الأرض، وعلى إسرائيل أن كانت تخطط من زمان لأنه تصير المعركة تحت الأرض مو فوق الأرض. وفعلا هذا ما بدي اياها، يعني شوفوا انتم عمليه
والدبابة، وحكيت عن الدبابات انه الدبابات بتفوت، ما بصير يا اخي يعني بمعركة ستالينغراد حصروها 900 يوم وما طلع منها شيء، وما كان عندهم، وكانوا يضربوها بال 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 شو اسمه قنابل المولوتوف. هلا في عندنا صواريخ وصواريخ ضد الدروع وشغلات متطورة، فما بالك بهذا اليوم انه الدبابات تفوت لجوا. وتضررت اسرائيل يعني، وانا بتقديري هذه الحرب هي اطول حرب تعيشها اسرائيل، واكثرها الما، بالمناسبة ألم للطرفين، للفلسطينيين يعني شوفي غزة مدمرة شبه تام نازلة على الأرض، وشو اسمه لا إسرائيل يعني إسرائيل لم تتكبد، وهي قالت في البداية إنه الحرب ستكون تطويري ولندفع ثمنا باهظا في هذه الحرب، وعم تدفع بالمناسبة عم تدفع. طيب هلأ بهالظروف هذه عم يطالبوا بهدنة. انتوا تصوروا الدبابات موجودة بغزة مثلا، وصلت الدبابات ومحاوطة موجودة بغزة، وصلت لوادي غزة، ليش اسرائيل عم تمانع؟ انا بتقديري لو اني يعني ماني بفهم بالقضايا العسكرية، بس انه يعني تصور انت عمل هلا هدنة مثلا كم يوم مو هيك، وانتوا الدبابات كلها مكشوفة تبعكم عم يصيدوها مثل عم يصيدوا العصافير. طيب اذا بتعملوا هدنة بعد 4-5 أيام 6 أيام مدري قديش يومين ثلاثة، هذول يعني مقاومي حماسي بيعرفوا وين انتم موجودين، تبدا الهدنه تنتهي وبصيدوكم بروحوكم واحد واحد. شايفين شلون؟ يعني انا عم بقول انه بعد هالموضوع هذا وبعد هالقضيه هذه، هل هناك يعني في انتصارات؟ هل الطرف احد الطرفين انتصروا؟ طبعا الطرف الثالث اللي انا بسميه هذا الشعب الغزاوي، هذا هو ما بيقدر يحكي انه انتصر ولا ما انتصر. يعني مثلا حماس بدها تقول منتصره، انا قلت لو نزلوا غزه الى الارض، لانه في ذهنها انه 7 اكتوبر هذه اهم شيء، اما شو النتائج هذه ما بنعرفها. اسرائيل هل انتصرت؟ انا بتقدير لم تنتصر اسرائيل الى الان، لم تنتصر. وشو حماس قالت؟ بتتذكروا خطاب هنيه قال انه نحن هدفنا بدنا هذه سموها طوفان الاقصى، والشباب بدهم يحرروا الاقصى والقدس، ما صار شيء من هالنوع كله تماما. انا عندي هلا قبل ما انسى بدي اقول لكم شغله، بتصور انه حماس يعني عطت اعاز لاسماعيل هني وخالد مش عنه ما يحكوا ولا كلمه، ها اصمتوا ما تتكلموا، لانه هدول فعلا الناس مو غبيه، صارت حتى ضمن غزه تطلع اصوات انه شو هدول عم يتفلسفوا علينا من 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 قطر، وقاعدين وعم يشربوا وعم بينظروا علينا، شايفوا اولادهم وحريمهم وهالقضايا هذه كلها. فانا عندي تصور ما قريته هذا ما شفته، انه في ايعاز من حماس، اغلقوا افواهكم ما لكم علاقه، في عندهم ابو ناس بيحكوا باسمهم هذا ابو كتيبه ابو عتيبه مدري شو هذا اللي عاملين منه بطل هلا تاريخي، بس لازم تنتبه ابو عتيبه، لانه هدول يعني صرت انت يعني اهم من السنوار والى اخره، شعبيتك ازدادت انتبه. فشايفين شلون؟ فانا بتقديري اعطي عاز انه يسكت. فاذا بنقول بالنسبه لحماس هل اسباب الحرب كانت تحرير الاقصى والقدس، لم يحدث ذلك ومع ذلك هني منتصرين. اسرائيل لم تنتصر لانه اعلنت كمان انه هي بدها تقضي على حماس. طبعا تقضي على حماس انا حكيت بالموضوع ما ممكن، يمكن نفهم منها انه عندما تقضي بغزه يعني تستلم الانفاق، تحط سيطرتها على الانفاق، تطالع القيادات تبع حماس، تقتلون تمسكون تطالعون خارج البلاد، هذا شيء هذا وقتها نقول والله انتصرت حماس. اما بالوقت الحالي انتصرت اسرائيل، اما بالوقت الحالي اللي احنا موجودين فيه ممكن نصرح اسرائيل والله هي انتصرت. بتعرفوا في هناك حرب اعلاميه كبيره، حرب اعلاميه بين الطرفين، يعني بين الطرفين في عندنا حرب اعلاميه، هذول بيقولوا انه خلص قاده حماس بدهم يطلعوا بدهم يسلموا، هذا لا يمكن يصير بتقديري يعني لا يمكن. وهذوك بيقولوا انه نحن روحنا مدري قديش، طبعا عم تصير في كثير. فاذا على المستوى العسكري مثل ما عم نقول ما في انتصار لاسرائيل، لانه بتعرفوا المستوى العسكري انه والله بصير في احتلال، حتى ولو يا سيدي وحتى لو سيدي اخذوا هذا شرق غزه كله مو هيك الى وادي، وهلا هني موجودين هنيك، ولكن لا يعتبر انتصارا، لانه بيطلع لهم واحد من النفق بيمسك وبيصوب على دبابه بيضربها، اذا ما في تحكم بالمنطقه، لانه الجبهه تحت كمان. شايفين شلون؟ وقالوا كمان عن موضوع الرهائن مو هيك، انه نحن بدنا نفك الرهائن
بشكل يعني بالمفاوضات او بالشكل لو مسكوا الرهائن وحرروا الرهائن والأسرة منقول اي شيء ثاني. كمان هذا يحسب نقطه للانتصار ب بنقطه الانفاق لما يتم السيطره عليها. الرهائن لم يتم يعني اطلاق سراحها ولم يتم بشكل عسكري السيطره على المنطقه الموجودين نحن فيها. منيح شلون هلا القضيه السياسيه، الموقف السياسي مثل ما قلت موقف سياسيا لا يوجد يعني نتنياهو خسران المعركة، خسران وجوده السياسي. وأنا جبت مرة أنه عظمة جولدن مائير وأهميتها في التاريخ الإسرائيلي بعد حرب 73، لأنه البلدان العربية بكم يوم فاتوا وعملوا اللي عملوه راحت انتهت جولدن مائير. فنهاية نتنياهو محسومة بدون نقاش. هلأ نجي على المستوى الإعلامي. على المستوى الإعلامي شوفوا بداية الحرب هذه قامت فيها حماس، كان العالم كله متعاطف مع إسرائيل يعني هول الجرائم اللي عملوها لحماس والقطع والبتر وهالأمور الإجرامية اللي عملوها، هذه لحالة عملت ضجة كبيرة. بس هلا الناس عم تشوف المستشفيات وهالأمور هذه وهالقضايا هذه، فأنا بتقديري هون يعني الرأي العام العالمي مو قضية أنه هو هون الموضوع أنه والله مع فلسطين ولا مع إسرائيل، هو ضد هذه الاعتداء على الإنسانية. هيك باختصار شديد الناس طلعت وصار في هلأ عملية أنا بعدين بدي أحكي لكم عنها، بس انتهي الحرب وتصير في قضايا هدوء شوي. مهم نجحت حماس بتسعير الرأي الشعبي، وحتى وصلنا إلى السياسيين في بلدان مثل كندا وأمريكا وما نقول بريطانيا وكل هالبلدان الأوروبية هذه الغربية، يعني نجحت السياسة. والآن نتيجة أنه ما في عنا الشيء اللي بينقصوا هلا مثل ما قلت أنا، أنه يشوفوا والله أنه شوفوا نحن عم نضرب، بس شوفوا أنتوا شو في تحت المشافي في قائدة، في قيادة عسكرية، في أنفاق، في كذا. شايفين شلون؟ هذه الوحيدة اللي يمكن يعني تنقذوا لنتنياهو. شوفوا الصراع هذا بين هالشعبين، بين الشعب، بين يعني بين الإسرائيليين والفلسطينيين، أصله يعني هذول شعبين متشابهين تماما، هذا إرثوا السن بالسن والعين بالعين. هذا إجاء الله قال لهم أنتوا شعب الله المختار، وإجاء قال الله أنتوا خير أمة. شايفين شنو؟ والله طارق كتل الأمم عم بيخلي هدول الشعب وأمته يتطاحنوا مع بعضهم. شايفين؟ يعني الله طارق البوزين هاللي ما بيعبدوها ها يطلقوا صواريخهم إلى القمر ومركباتهم الفضائية تنزل على سطح القمر كما عملت الهند. تاركون هدول الله هاللي ما بيعبدوها والطاحن عم بيقولون طحنوا بعضكم يا شعبي ويا أمتي العظيمة. شايفين؟ إذا هو صراع ديني. هلا واحد بيفز بيقول لك شو صراع ديني، صراع أرض وما أرض وبطيخ. الأرض ليس لها معنى يا صاحبي في هذا القرن 21، لا ما لها معنى. وهناك شعوب، مئات الشعوب في العالم، هدول الناس غير متصالحين مع بعضهم، لا يمكن يتصالحوا. وإجت هلا حرب غزة لتزيد الحقد والكراهية بين بعضهم. هذول صعب يتعايشوا مع بعضهم، صعب، بيشبهوا بعضهم حتى بالجينات بيشبهوا بعضهم. يعني يمكن الإسرائيلي إذا بتشوف يطلع فلسطيني و70% فلسطيني يطلعوا إسرائيليين، بس هذا ما له معنى. ها الأصل ما له معنى. يعني شوفوا الجيش الانكشاري كيف عملوا، انه كانوا العثمانيين مين أبناء المسيحيين اللي كانوا يقتلوا آباءهم وأمهاتهم ويخذوا عليهم ياخذوا الأطفال ويعلموهم، وكانوا من أشرس أنواع الجيوش هذا الانكشاري وأكثرها بطشاً، وأصولهم مسيحية. يعني شو ما لها معنى هذه؟ شو أصولها؟ التربية، العقل، الحقد، الكراهية هي أهم من كل شيء. يعني الأخ يمكن يقتل أخوه. شايفين؟ فهذا الصراع هو صراعاً بامتياز صراعاً طائفياً، وعندما يكون الصراع طائفي يكون أكثر بطشاً وأكثر يعني وأكثر بشاعة، لأنه عم بيصير باسم الله. شايفين؟ هيك الوضع اللي عم بنحكي فيه. طيب هلأ بدي اجيبكم على المزة مشان تعرفوا المزة.
مشان ما حدا يمكن بالبلدان العربية إلى غير معاني وتكون معاني سيئة بالسعودية وبمثلا بمصر وبالبلدان وبالعراق وهدول الأخين ما بيحبوا هذه المزمزي والبزبزي والبزبوزي وهيك شغلات. فالمزي نحن عنا حي بدمشق اسمه مثلا طبعا ما عم بقول لنتيجة عنا حي المزي بدمشق وعنا أستراد المزي مثلا مو هيك. والمزي نحن وعندنا مثلا انه بتكون بده واحد بده ياكل بيجيبوا لنا المزي يعني المزمزي هيك ناكل ونشرب ونبيت المز مثلا مو هيك له هيك طعمته الخاصه فبنسميها المزي. انا شو هذه المزي المزمزي يعني هذا مؤتمر الجامعه العربيه. انا عندي عتب شوي صغير على محمد بن سلمان لانه في المؤتمر السابق شفت تغييرات فعلا مخيفه. شفت انه قال لهم خمس دقائق لكل واحد ومنشان هيك ما عاد شفنا ناس نايمين. تتذكروا انتوا المؤتمرات العربية القديمة كانوا يناموا مواحد ويناموا يشخروا الشباب ما سالين يعني روتين عرفت شلون والى اخره. عندي عتب فكرت انه الموضوع بده يستمر بهذا الشكل انه والله دقيقتين ثلاثة وفكرت انه امور بده يصير بغير اكثر من هيك انه يلقي رئيس المؤتمر رئيس الجامعة العربية رئيس المؤتمر يعني البلد المضيف فيها بيلقي خطاب شامل عامل لانه شو عم نسمع ندين ونهدد وما بعرف شلون والكلمات هذه وجعنا راسها منها يعني ما عاد واحد بيعرف منها. وجاك الرئيس الايراني نتفنا خطاب نص ساعة مثل ايام 67 نص ساعة ضربنا خطاب شايفين شلون؟ يعني إذا بتشوف كلهم بيحكوا نفس الشيء وكل واحد بده يبيض علينا شايف بده يفرجي حاله قديش هو كذا وإلى آخره كلها زعبرات وإلى آخره. أنا ما بت يعني ماني متوقع من الجامعة العربية مدري شو وإجت الجمعية الأمم الإسلاميين إلى آخره البلدان الإسلامية يعني ما بتوقع 57 دولة شو يعني هدول بشكل عام التنديد وإلى آخره وإلى آخره وبدهم قالوا يوقفوا البترول وبدهم مدري شو يعني طلبيات غير معقولة. لك يا جماعة هني لم يسمحوا بفتح مين هذا معبر رفح نحن شاهدين للمأساة الفلسطينية. هذا الرحيل الفلسطيني اللي عم نشوفه سيرا على الأقدام نساء عمرها 80 84 سنة يعني إسا كانت طفلي بس صارت الرحيل الأول ب 48 هذا الرحيل الثاني أو الثالث إلها شايفين شلون؟ لم يسمحوا إنه طيب يا أخي إسرائيل فضت هذه الغزة من 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 شرق غزة صار فاضي نازل على الأرض خدون هدول الجماعة خدون لعندكم فوتون أمنوا له الناس ما عم تنام من الضرب والبطش إلى آخره. يعني تصوروا مثلا بولونيا دخلت 6.5 مليون بولندي إلى أراضيها وعطتهم كل أمنت لهم أكل وأمنت لهم منامي وأمنوا الشعب كمان ساعد وقال تعوا كل واحد عنده إمكانية كان يجيب الأوكرانيين اللي عنده بمحنتهم اللي صارت معه إيه؟ وما قالوا والله نحن إذا بتجوا لعنا يمكن تبقوا عنا وما تروحوا إلى آخره. والسيد الرئيس المصري السيسي قال نحن بلادنا غير مباحة يعني هدوك بلادهم مباحة يعني أولاد شلتي هدوك هدول يعني عم سميهم شتتي انه اباحوا بلادهم يعني اباحوا جسدهم ما بصير هيك. فهذا كله عم خاف يجيبون يعني نحن ما عم نقول اخي جيبون وطنهم بغزة بس شيء انساني. انا بكل الحروب في العالم صارت تتهجر ناس يا اخي ما نحن السوريين طلعنا عشرات الملايين طلعوا عشرات الملايين ومع انه في ناس طلعوا قسم من هدول أساءوا إلنا وأساءوا لشعبنا وأساءوا في قسم فرجع شخصيته السورية وفخورين بهذول الناس هل فرجوا الجانب الجميل من الشخصية السورية إيه؟ فوين نحن يعني أنتوا هدول الناس بدك تنقذوا حياتهم هدول هي العملية هذه إنقاذ حياة الناس بس مو عملية هلأ توطين وتهجير. يا أخي أيهما أهم يعني أهم الواحد أنه يموت ها يفقد حياته وهناك عائلات فقدت حياتها عن بكرة. عرفتوا ليش سميتها المزمزي والمزي وإلى آخره؟ لأنه هذول إجوا الشباب اجتمعوا مزمزوا شوي وحمدوا يعني حسن الضيافة اللي قام بها محمد بن سلمان شي طبيعي مو هيك؟ فأنا يعني ما بعول كثير على المؤتمرات بس أنا عندي يعني هذا النوع من المؤتمرات يعني بتقديري ذهب عهده يعني
يعني هلا بنشوف مثلا الاتحاد الاوروبي مثلا مو هيك بيعقدوا اجتماعات رؤساء الاتحاد الاوروبي، انا ما سمعت ولا مره شي حدا منهم خطب خطاب، حتى ما شفناهم، نحن بنشوفه بس بيشوف قبل الاجتماع بيسلموا على بعضهم والى اخره وانتهينا، يعني ما بنشوف جعجعه بس بنشوف نتائج اجتماعاتهم يا اخي، بيقعدوا بيجتمعوا مع بعضهم نقرر هون وبنعمل هون ومن بيعملوا قرارات للتنفيذ. شايفين شلون ايمت ما بده يصير في عندنا هيك نحن؟ يعني احيانا بيشرف الواحد بيخجل، يعني لو انا رئيس عربي بخجل احكي هذه الخطابات، بخجل منها، لانه يعني انت رئيس وملك والى اخره، لازم تعرفوا يعني لازم تعرفوا وقعة هذه على الشعب وعلى جماهيركم اللي عم تحكموها، وقع عم بيكون سيء بالطبع سيء. ف هدول الشغلتين الايام هلا قادمه بالنسبه لغزه بدها تكون بتقديري، هذه الايام بتكون حاسمه، بس يعني ماكينه الحرب لن تنتهي، وهؤلاء هل اذا سالتهم هدول الفلسطينيين اللي غادروا غزه وهجروا من الشمال الى الجنوب، وهدول وبتشوفهم وبتشيب مصائفهم مصائبهم، وبتشوف انه اقرب الناس لهم هل هي مصر ما عم تفتح حدودها وما عم تحاول تضمن امنهم وسلامتهم، ف هون الواحد بيتالم وبيشعر انه لا امل في هذه الامه. عماد ابراهيم، تحياتي لكم والى لقاء اخر.